مستمعينا أهلا بكم مجددا في برنامج صد رد. في هذه الأثناء يسعدني أن أستضيف عبر الخط الهاتفي السيدة مارينا برهم مدير عام مسرح الحارة. بداية صباح الخير بك عبر أثير راديو موال. ست مارينا صباح النور، كيفكم؟ صباح الورد، نشكر الله، نتمنى أنكم تكونوا بألف خير. عم تشارفوا على عقد مؤتمر صحفي لإطلاق مشروع بعيوني فقط، لو فيك تخبرينا عن هذا المشروع وشو الهدف منه؟ مشروع بعيوني فقط اللي هو تحول هلا لمسرحية اسمها حواس. نعم. هو مشروع بدأ بالتعاون بين مسرح الحارة ومسرح رمشة عين في السويد في مدينة أوميو. الفكرة تبعته بدت من بحث انعمل عن النساء اللي عندهم إعاقات في فلسطين. نعم. ورؤيتهم للحياة والتحديات اللي بواجهوها في حياتهم، وحسينا انه بسوى نطرح هذا الموضوع على خشبة المسرح ونعمل زي شبه مقارنة بين النساء ذوي الإعاقات في فلسطين وفي السويد، وعملنا بحث ومقابلات في فلسطين وفي السويد. وهلا في عنا طاقم مسرحي مكون من 3 ممثلين سويديين و3 فلسطينيين، ولأول مرة راح يكون على خشبة المسرح ممثلتين، ممثلة بإعاقة جسدية وممثلة فلسطينية بإعاقة بصرية. اللي هم بيشتغلوا على طرح التحديات اللي بواجهها النساء ذوي الإعاقة في فلسطين وفي السويد بطريقة إنسانية وبطريقة جديدة ما انطرحتش على المسرح. نعم. هاي الفكرة يعني تأتي وفقا لتقبل المجتمع لذوي الإعاقة لعملهم في شتى المجالات، أم أنه ارتقيتوا بعد تجاربكم المتعددة وأيضا خاصة مع شراكتكم مع مسرح رمشة عين السويدي بأنه هناك غلط أو يعني مصطلح مغلوط تجاه ذوي الإعاقة في شتى أنحاء العالم ليس فقط في فلسطين والوطن العربي؟ صراحة مسرح الحارة ومسرح رمشة عين في السويد بيشتغلوا بشكل مطول ومن سنين على توعية المجتمع تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونتيجة اهتمامنا بهذا الموضوع حسينا أنه بسوى كمان نطرح موضوع خاص في النساء، لأنه عادة النساء في المجتمع بيكونوا أقل حظا وأقل حقوقيا من الرجال، لأنه إحنا بالذات مجتمع ذكوري. هلا موضوع المقارنة اكتشفنا إنه حتى في السويد اللي عندهم جميع القوانين اللي بتحمي الأشخاص ذوي الإعاقة، كمان في نفس الوقت النساء اللي عندهم إعاقة بيواجهوا نفس التحديات تقريبا اللي موجودة في فلسطين بس بطريقة مختلفة. يعني التحديات اللي بتواجهها الإنسان اللي عندها أي نوع إعاقة، إن كانت إعاقة جسدية أو بصرية أو سمعية، بتواجهها النساء في السويد بالرغم انهم معطينهم يعني تحضيرات وتجهيزات لشوارعهم لمؤسساتهم كتير بتساعدهم، حتى معطينهم مساعدات يكون لهم شخص يساعدهم طول الوقت، كمان هذا زيادة في السويد. لكن في كتير اشياء لها علاقة في العلاقات الإنسانية، إن كان زواج إن كان حب إن كان بناء علاقات إنسانية مع الجنس الآخر، اكتشفنا أنه كتير متشابهة بين البلدين بالرغم من الاختلاف الشاسع بين البلدين من نواحي حقوقية. فعشان هيك حسينا أنه كتير مثير نطرح هذا الموضوع، ونطرحه مش بطريقة أنه إحنا بدنا نطرح موضوع الإعاقة بشكل عام، لا، نطرحه بطريقة فنية بتحكي عن الشخصيات اللي احنا قابلناهم من خلال البحث، وبتحكي قصصهم اللي تخلي الانسان يطلع من جو المسرحية يطرح اسئلة على نفسه، انه شو في امكانية في المجتمع انه يكون اكتر معطي حقوق لهاي النساء ومعطيهم حرية اكتر من الحرية اللي هم موجودين فيها في مجتمع ذكوري زي فلسطين. الثلاثاء 10 ايلول على الساعة 11 صباحا رح نعقد مؤتمر صحفي اللي نطلق فيه مشروع بعيوني فقط،
وندعو فيه لافتتاح مسرحية حواس اللي راح يكون يوم الخميس 12 أيلول الساعة 7 مساء في دار الندوة في بيت لحم. ومن خلال المؤتمر الصحفي راح نحكي عن المشروع وتفاصيل المشروع، وراح يكون فيه أعضاء من طاقم المسرحية السويدية والفلسطينية موجودين، وراح يكون فيه كمان صحافة سويدية ودنماركية موجودين يغطوا الحدث، جايين حتى من السويد مباشرة. نعم، هل الدعوة راح تكون عامة لأجل يعني تعميق مفهوم دور ذوي الإعاقة؟ هلا الدعوة للمؤتمر الصحفي هي أكثر للإعلام والتلفزيون والصحافة، لكن الدعوة للمسرحية هي دعوة عامة ومفتوحة، ما فيش تذاكر، ما فيش يعني مجانية لكل المجتمع. وإحنا موجهين كمان دعوات من خلال الإنترنت ومن خلال كمان دعوات شخصية للمؤسسات اللي بتشتغل في موضوع الإعاقة، للمؤسسات النسوية، للوزارات، للمؤسسات المجتمعية اللي بتشتغل مع المجتمع بشكل عام. والدعوة عامة للكل، منحب الكل يكون موجود ويحضر لأنه مسرحية بتستاهل. وراح يكون في جولة عروض لهاي المسرحية في الضفة الغربية، في الخليل، في جنين، في القدس، في بيت لحم، في رام الله. ومنحب انه اللي بيقدر يحضرها يحضرها، لانه تجربة فريدة من نوعها ومميزة، وفنيا كانت تحدي لنا كمسرح الحارة وتحدي للطاقم اللي موجود، لانه كان في لغات مختلفة، في كان كمان شخصيات مختلفة، وفي وجود ممثلات ذوي إعاقة لأول مرة على خشبة المسرح، كمان هذا تحدي كبير للطاقم. نعم، سيدة مارينا برهم مدير مسرح الحارة، نتمنى لكم كل التوفيق ومزيدا من التألق والأبداع. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لكم، ومنحب نشوفكم في المؤتمر الصحفي، ومنحب نشوفكم كمان في العرض المسرح اللي هو يوم الخميس الساعة 7 مساء في دار الندوة إن شاء الله. وكل التوفيق لكم. شكرا، يعطيك العافية.